الله يسلمك. شو اسمك؟ مارون جعفر. أهلين مارون. أهلين. جوا بس خلين جوا حتى جوا. جميلة بعت العراقية. Can you check them after the docket? Sorry. ما هو اسمك؟ وشو؟ ما هو اسمك؟ ما هو اسمك؟ اسمي جون شاهين. ما هو اسم ضيعته في لبنان؟ ضيعته أو ضيعتي؟ ضيعته. ضيعته لك جون. اسمك فرع بيضة. ما هي المدرسة التي تعلمت فيها؟ مدرسة جل الدين. مظبوط. لا والله لا راح للبوك كيبر. ما مصل لك شيء بالميل؟ كان البوك كيبر الاكونت بيكون بعد الشفه. اخذون جوا اذا تركيت ها احوالي الي بيعرف الي. اي سنة تجيت لأستراليا؟ اي سنة اتيت الى استراليا؟ الـ 94 الـ 94. اي سنة فتح المطعم؟ اي سنة فتحت المطعم؟ المطعم هيدا فتحناه بـ 2006، بس كان في مطعم قبله فتح من 5 سنين. ما هو عملك في المطعم؟ عملي في المطعم؟ انا مدير المطعم. ما هي نوع الاكل التي تجود في المطعم؟ شو تجو؟ في الاكل بعمل في المطعم. شو تجو؟ اللي بكون طبخ في المطعم. الاكل اللي بنطبخه بالمطعم هو كورس اكل لبناني. ما هو توقيت العمل؟ نفتح غدا وعشاء 7 ايام. كم عمل يشتغل عندك؟ كم عامل يشتغل عندنا؟ بيشتغل عندنا 8 من شغيل. كم مطعم تملك؟ بس واحد. أهلا بالشباب. عندك بروشرز؟ عندنا بروشرز وعندنا كارد. I'll give you business cards and brochures. Okay. Are you typing? How's your interview? What? How's your interview? Good. You got 2 weeks. Thank you. That's alright. جاي عدلي تشوف ما فهمت. إذا فيك تروح لعند المدرسة معنا. امتين؟ لا هيك ما بدل هيك. إذا بدل امتين؟ أبتي إنه of course نحب نروح لأنه الرئيس مارشال اللي بيجي لعنا بيتغدى وبنعرفه. بس انه في شيء حفله يعني او في شيء؟ لا شيء مش سهره انه رقص وكذا. انه في شيء مناسبه؟ لا بس نعرف اصلا التلاميذ تبعنا هيتعرفوا علينا؟ ايه اذا الله بده. ما نرجع
إذا بتعطوني مثل معلمة أو إذا بتقول المعلمة تتصل فينا على التليفون في الموبا في السيلولير وفي الخط الأرضي فيتصلوا على أي نمبر ويروح على المدرسة نتعرف على المعلمة وعلى الصف كله. أهلا بالشباب. Good luck. Thank you. You done well? Good on you.